سعيد، الماتش احنا قلنا انه هيبقى صعب. صحيح. طيب هل مصطفى محمد هيبقى عليه دور اضافي النهارده؟ طيب خلينا انا بتكلم عن مصطفى محمد، اقول تصريح مهم جدا يمكن انا قريته من سنتين او اكتر من روبرتسون الظهير الايسر لليفربول، كان تصريح لافت جدا لما قال ان حينما يتجاوز الخصم فيرمينيو خلينا متفقين ان هو المهاجم رقم واحد في ليفربول او اول لاعب بيقابل ليفربول، حينما يتجاوز الخصم فيرمينيو نشعر في الخلف بالخطر. فانت متخيل لما فريق بس انت الخصم بيتجاوز المهاجم الصريح بيشعر بالخطر، ده تحديدا يحدد لك مصطفى محمد دوره ايه مع المنتخب في هذه البطوله. مصطفى محمد فعليا هو غير مطالب بالمره بانه يسجل هدف او يسجل اهداف، لانه طبيعي طول الوقت بعيد عن مناطق الخطوره لا تتاح ليه الفرص. مش بس كده، مهمته الاساسيه والرئيسيه هي افساد عمليه البناء عند الخصم، بالتالي بيقوم بادوار دفاعيه كبيره جدا. وانا لما باجي ابص على ارقامه فعليا بتفكرني بارقام فيرمينيو في الفتره دي اللي كان بيتكلم فيها روبرتسون على اهميه الدور الدفاعي لفيرمينيو، اللي صنف واحد من ضمن افضل خمس مدافعين. انت متخيل ان المهاجم الرئيسي لليفربول في اعظم فتره هجوميه لليفربول يصنف ضمن افضل خمس مدافعين في البريمير ليج عموما وفق ارقام استقطاع الكره، الكرات الهوائيه، لافساد الهجمات. فبالتالي اذا هنا الراجل بيقوم بفكره تكتيكيه مهمه جدا، بيدي مساحه كمان للجنبين. صحيح، هو بيعمل ده اولا يعني في مباراه المغرب بالتحديد برز هذا الدور بشكل كبير جدا في انه طوال الوقت بيحدد رقابه اللاعب اللي بيبقى مسؤول عن عمليه البناء. بس ده بيختلف من خصم للتاني، يعني يمكن المغرب كان اللي بيقوم بالبناء لاعب الارتكاز سفيان مرابط. النهارده السنغال فرقه قادره تطلع بالكوره من خلال كولوبالي اللي هو الديفنس، فهل مصطفى هيبقى مهمته ان هو يدافع من قدام قوي عند كولوبالي، ولا هنشوفه تحت شويه؟ انا بشوف ان مصطفى طول الوقت هينزل تحت لانك بتعرف ان محمد صلاح شويه من العوده، فبالتالي مصطفى محمد بتكون ادواره الدفاعيه اكبر. امتى ممكن يسجل؟ انا بشوف ان ده بيبقى محتاج توفيق اكتر ومكافاه من ربنا على الجهد اللي عمله، لانه فعليا مصطفى محمد واحد من اهم الناس اللي قدمت ادوار تكتيكيه ولولا هذه الادوار ما كناش وصلنا لهذه المرحله، لان فعليا من غيره هو الخصوم قادرين يصعدوا بالكوره، قادرين يوصلوا ويصنعوا خطوره اكتر عليك. فبالتالي انا بشوف دور مهم جدا. وبمناسبه فكره بناء الكره عند الخصم، عايز اقول ان النهارده في اختلاف كبير ما بين السنغال والكاميرون، بمعنى ان واحنا قدام الكاميرون لعبنا بضغط عالي. الكاميرون قدر يكسر هذا الضغط ويطلع بالكوره، لكن في الثلث الاخير وجد صعوبات في انه يصنع فرص. انما انا النهارده اتمنى ان احنا لو انتهجنا فكره الضغط العالي سواء بمصطفى او بخط الهجوم بشكل كامل من البدايه، لو انتهجنا، يعني ما اعرفش هو الراجل بيفكر في ايه دلوقتي، يمكن انا ارجح ان هو ما يعملش ده. السنغال في حال قدرت تصعد او تكسر حاله الضغط عندها العناصر الفرديه اللي تصنع الفرق في الثلث الاخير بخلاف الكاميرون. يعني الكاميرون على مستوى العناصر في الخط الهجومي اقل من المنتخب السنغالي اللي عنده الحلول الفرديه اللي اذا تدرج بالكره وكسر عمليه الضغط. فبالتالي انا اتمنى النهارده ان احنا نبتدي المباراه بضغط متوسط او فوق متوسط، يعني ما نضغطش بعرض بطول الملعب، ما نلعبش ضغط عالي، لان الضغط العالي امام السنغال اذا قدر يتدرج بالكره ولقى المساحه اعتقد ان الموضوع هيبقى اصعب.